صيد شمين أعلن عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث أنه أعلن عن قتل الرجل الأول في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بطائرة بدون طيار كانت مرصودة له وتتبع كل خطواته. هذا الخبر الذي زفه الرئيس الأمريكي للعالم لم ترد عليه تنظيم القاعدة بأي بلاغ، ما يؤكد صحة المعلومات، وقد استعملت في هذه العملية طائرة بدون طيار المنتقم.